ازيكم وعاملين ايه؟ النهارده جايين نجرب ماكدونالدز اللي هو مصنف من اجمل فرع ماكدونالدز على مستوى العالم، وهو عباره عن مركبه فضاء. احنا طلبنا 2 بيج ماك منيو، والسعر هنا رخيص جدا، 7 دولار وعاملين بالمصري حوالي 100 جنيه. بس هنفرجكم النهارده ماكدونالدز عامل ازاي، وهنقول لكم التجربه عامله ازاي. الاوردر بتاعنا ايه رايك يا امير؟ حلو جميل. احنا دلوقتي في باتومي قدام ماكدونالدز، وده يعتبر اجمل ماكدونالدز على مستوى العالم. احنا دخلنا جربنا الاكل فيه، الاكل بتاعه ممتاز جدا، صورت مشاهد بالدرون برضو المكان عامل ازاي، المكان تحفة. عمري ما شفت ماكدونالدز بالجمال ده في البلاد اللي انا سافرتها كلها. المكان ده متصمم على شكل مركبة فضائية، موقعه ممتاز جدا في نص باتومي، كله معمول بالازاز، في مكان اندور وفي مكان اوت دور، وفي زرع جوه، وتحفه الصراحه. كل حاجه جوه الكترونيه، بتدخل جوه بتلاقي مكنه بتطلب من عليها الاوردر، بتدفع بتاخد رقم، الاوردر بتاعك بيجي لك لحد الترابيزه اللي انت قاعد عليها. يعني الموضوع مريح جدا في التعامل. يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم، ما تنسوش تضغطوا لايك وتشتركوا في القناه لو مش مشتركين، وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. سلام.